طبعا احنا رح ناخذ اتصال من الارصاد الجويه. صحيح. احمد الطيار لحتى نطمن على حاله الطقس ونشوف كيف رح يكون الجو لليوم ولبكره. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح جميل. تقول المشاهدين الكرام حياكم الله. اهلا وسهلا فيك. اول شيء بدي اطلب منك ومن الزملاء انه نرفع الصوت اكثر حتى نسمعك بوضوح. وزي ما عم نشوف اليوم رجع المطر من جديد، اجواء ماطره، يمكن درجات الحراره ما حسينا كثير بارده حاليا، لكن بنحب نعرف تفاصيل اكثر منك، تفضل. نعم، بحمد الله خطرت الامطار في المناطق الشماليه الغربيه من المملكه وايضا الوسطى الغربيه. بلغت كميات الأمطار في مدينة إربد بحوالي 8.5 مليمتر، في منطقة رأس منيف 6 مليمتر، وفي دير علا 3.6 مليمتر، وأيضا في منطقة الطفيلة بلغت 4 مليمتر. بحمد الله هناك انخفاض اليوم ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة. الأجواء راح تكون غائمة جزئيا وباردة في أغلب مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح بهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة. الرياح بتكون حركتها اليوم غربية معتدل السرعة، لكن ساعات الليل نتوقع الأجواء تصبح أكثر برودة نتيجة دخول الهواء البارد في أغلب مناطق المملكة، لتصبح باردة في أغلب مناطق المملكة، باردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وأيضا هنالك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. نتوقع تسجل درجة الحرارة اليوم في مدينة عمان بحدود 14 درجة مئوية، وتنخفض ليلا إلى 6 درجات مئوية. جميل. سيد أحمد، تم تداول كثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي إنه جاينا منخفض قطبي، يا ترى هل الحكي صحيح أو لا؟ طبعا احنا يعني المواقع الإخبارية أو المواقع الإلكترونية التنبؤات الجوية تعتمد على دقة المعلومة المعطاة للمواطنين، فإحنا لا ما نتسبق الأمور، وهي عبارة عن بس سباق على نحكي دخول المواقع. لكن إحنا خلال الأربع أيام القادمة هناك أمطار بإذن الله مع بداية الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله الله يجيب الخير. يعني بنقدر نقول إنه الفترة هاي إن شاء الله نقدر نعوض ما فاتنا من الموسم المطري، ونحن مقبلين على أربعينة الشتاء. يعني نعم يا ستي، هي أربعينة الشتاء إن شاء الله راح تبدأ مع يوم الثلاثاء القادم. صحيح. واللي بتشكل أمطارها طبعا بالعادة ما يقارب 30% من أمطار الموسم المطري العام. نعم. جميل. سيد أحمد الطيار كنت معنا من دائرة الأرصاد الجوية، كل الشكر لإلك، يعطيك ألف عافية. يعني أجواء باردة، بدنا ندير بالنا وندفي بس حالنا. حلو درجات الحرارة، درجات يعني الحرارة 14 مقبولة أعتقد طبعا بهذه طبعا الأجواء. وإذا شفتي هبة زي ما قلت يعني فعلا بتحسي إنه البرد خف. يس. حلو المطر مع الأجواء الموجودة هاي والبرد خف بيكون حلو إن شاء الله. يعني تكون الهطولات المطرية الأيام القادمة قوية، يعني مثل ما قال أربعة أيام، وعندنا الأربعينية، هاي الأربعينية اللي عادة بتكون باردة جدا. يس. بس مش الوقت بسرعة هبة، ركض عن جد، بتحسي الحياة ركض تعرفي عشان هيك خلونا نعيش اللحظة، نستمتع بكل شيء بحياتنا، لأنه جد كل شيء ماشي رايح. وكل شيء رايح. فليش نزعل، ليش نتضايق؟ لا، خلونا مبسوطين ولذيذين، وإن شاء الله أنه أمورنا بتمشي زي ما بدنا. من جديد نصبح عليكم جميعا، وبحب دائما أنا أصبح على زملائي المتواجدين معنا بالاستوديو خلف الكاميرات وفي الجاليري، وأيضا المتواجدين في الميدان. صباحكم سعيد. المتواجدين في الميدان جنودنا في الخارج، فالله يعطيكم ألف عافية.